خلاصة اللي اختار نوصلها ما نطول على زملائي ولا على الصحافة، عن الرئيس اللي ما قد يلتزم بروايات تتعهد بها هو الراسه اختيارا لا اضطرارا، ولا قد يحترم النصوص القانونية والدستورية هو ولا النظام اللي حاكم به، معناها انه ما هو له يحترم تطلعات شعب موريتاني ولا مطالب شعب موريتاني، لا موالاة ولا معارضة، رغم تضخم الميزانية تضاعف الميزانيات العامة حاكم مجيه به اللي ما ليعود فايدكم عن الميزانية العامة الموريتاني 2018 السنة التالية من حكم الرئيس السابق محمد عبد العزيز، عنها كانت 541 مليار وقية قديمة، وعنها السنة الموالية الأولى من حكم محمد الشيخ عزباني قفزت إلى 601 مليار، معناها فارق 60 مليار عن السنة سابقتها، والسنة التالية بذلك رصفت شورة 780 مليار، والسنة التالية بذلك رصفت شورة 900 مليار، وهذا العام لحقت 1080 مليار وقية قديمة، معناها هذا العام وحده الفارق بينه ميزانية موريتانيا بينه هو وبين السنة التالية لمحمد بن عبد العزيز 500 مليار وقية قديمة، ولين نجمعوا هذا الفارق خلال السنوات الأربعة ليتخطانا 1300 مليار وقية قديمة، هي الفارق بين سنوات محمد الغزواني في الرئاسة وبين سنة عبد العزيز التالية. من درى هذا من المليارات منين قاس؟ يكانوا انعكس في إنجازات كبيرة كي جسر حي الساكن مثلا وجسر بومكو، والله يكانوا انعكس في تشغيل لآلاف الشباب، 50,000 من شباب أهل موريتاني متعاجن على مدة 250 وظيفة صغيرة، والله في استيعاب الشباب اللي مر مهاجر شور يرصب الحيوط بين أمريك والمكزيك، والله يكان انعكست في رواتب جيدة للتعليم للمعلمين والأساتذة للجنود للممرضين للحرس لعناصر الشرطة للأمور اللي نحن كنواب في تحالف أمير موريتاني خلال الممورية الماضية قدمنا فيها الكثير من التعديلات مع نائب محترم واللي معتقل حاليا محمد بيور الشيخ محمد فاضل، قدمنا ياسر من التعديلات ورفضتها جميعا الأغلبية، معناها باختصار عن 1300 مليار وقية جديدة قديمة من ميزانيات شعب موريتانيا زادت بها الميزانية عاقم جيب الغزواني مرت بين باط ومرفق، لا إنجازات ولا رواتب ولا مشاريع ولا تشغيل ولا إصلاح ولا هدنة سياسية ولا هم يحزنون.